أزياء عصرية في متناول الجميع، هذا هو حال سوق الملابس خلال الأعوام الماضية. فالموضة تتغير باستمرار، ومواكبتها تتطلب إنتاج المزيد والمزيد من الملابس والتخلص من القديم، الأمر الذي خلف أطناناً منها في المستودعات واستدعى تدخل دول بحالها لتغيير سلوك المستهلكين. الثورة الصناعية كان لها الأثر الأبرز على ما نحن فيه، فبعد أن كانت خياطة الملابس تتم بشكل يدوي وتأخذ وقتاً وجهداً، ظهرت آلات الخياطة لتختصر كل ذلك، وظهرت معها ورشات ومصانع استهدفت طبقات المجتمع المتوسطة بإنتاجها ملابس أرخص ثمناً. ومع دخول عقدي 60 و70 زادت وتيرة تطور الملابس، وبدأت الصيحات بالظهور والتغير بوتيرة أقصر، وزاد معها الطلب على الملابس بغرض مواكبة الصيحات الجديدة. كان الوضع مقبولاً نسبياً إلى أن جاءت ثورة التكنولوجيا ودخل التسوق الإلكتروني على الخط. طلبات الزبائن أصبحت بكبسة زر تصلهم خلال أيام قليلة أينما كانوا في العالم. الموضة السريعة شهدت نمواً مضطرداً في أوائل القرن 21، وتجاوزت قيمتها السوقية 2.5 تريليون دولار، وخلقت فرصاً وظيفية لما يزيد عن 75 مليون شخص حول العالم. في المقابل وجد العالم نفسه أمام كارثة بيئية وأخرى أخلاقية، فمجال الأزياء مسؤول وحده عن زيادة انبعاثات الغازات الضارة بمعدل يتراوح بين 2 إلى 8%، ناهيك عن تقارير دولية اتهمت مصانع الأزياء السريعة بانتهاك حقوق العمال، فهدفهم إنتاج أكبر قدر ممكن من الملابس بأقصر وقت ممكن. التحقيقات الخاصة التي أجريت على واحدة من مصانع الملابس السريعة في الصين أظهرت أن الموظفين يعملون 75 ساعة أسبوعياً بمقابل ساعة استراحة قليلة نسبياً. ورغم مناشدات منظمات حقوق الإنسان والبيئة للمستهلكين بالتوقف عن شراء الملابس الفائضة عن الحاجة، فإن عجلة الإنتاج والاستهلاك لم تتوقف. شهد عام 2019 وحده استيراد الدول الأوروبية ملابس بقيمة تزيد عن 80 مليار يورو، وبلغ استهلاك الفرد الواحد 11 كيلوغراماً من الملابس سنوياً. واحدة من المبادرات لحل الأزمة كانت مشروع قانون قدمه المجلس الأوروبي يحظر إتلاف الملابس والأحذية الجديدة غير المباعة، ويفرض على المصانع استخدام الألياف المعاد تدويرها. وفي حال وافق عليه البرلمان الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ بحلول العام 2030. فهل تنجح قوة القانون بحل أزمة الموضة السريعة؟